كانت ساعتها القوة الكبيرة في الإسلام كانت الدولة العباسية. قوة الإسلام ساعتها كانت قوة كبيرة جدا، واخدة مساحة أراضي كبيرة جدا، كانت بتبدأ من غرب المغرب إلى غرب الصين، وكمان كان في أجزاء منها في دول أوروبا زي الأندلس. والأمة الإسلامية ساعتها كانت فعلا كيان ضخم من التسليح والأماكن والفكر والتعليم، بس كانوا في صراعات قوية جدا ما بينهم. والخلافة العباسية دي أنشأت بعد الخلافة الأموية، وحكمت العالم الإسلامي لمدة 500 سنة لغاية ما ابتدت تنشئ دولة التتار. وكانت ساعتها الدول الإسلامية كتير جدا، بس كانوا دايما بيتصارعوا مع بعض، وكان ساعتها بيحكم الدولة العثمانية الخليفة العباسي. وكان الخليفة العباسي ده معاه دولة قوية جدا، بس كان هو ضعيف في قراراته.